أكد وزير المالية أحمد كوجك أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح يشهد استقراراً مشدداً على العمل على جذب الاستثمارات الخاصة. وخلال لقائه بالسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، أشار كوجك إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضي المنتهية في يونيو من عام 2024، حيث تم خفض عجز الموازنة إلى 3.6% وتحقيق فائض أولي 6.1% متضمنا عوائد رأس الحكمة. وشدد وزير المالية على أن الحكومة المصرية تتحرك في أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع التصدير والاستثمار في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة. استقبل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير سفير سيراليون لدى مصر. بحث الجانبان تعاون في مجال الطرق والكباري من خلال زيارة وفد من هيئة الطرق والكباري والشركات المصرية خلال شهر سبتمبر القادم لعاصمة سيراليون فري تاون. كما تمت مناقشة تعاون في مجال زيادة حجم التبادل التجاري المنقول بحرا، ورغبة الجانب السيراليوني في التعاون في مجال النقل للبحري للتيسير أو لتسيير خط ملاحي بين الجانبين. توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 5.1% في العام المالي المقبل 2025-2026. وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه أن الاقتصاد المصري يتوقع أن يسجل نسبة نمو العام الجاري بنسبة 4.1%، مشيرا إلى أنه أيضا من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو قدرها 5.6% خلال العام المالي 2028-2029. تراجعت ثقة الشركات الألمانية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مما يقوض آمال تعافي لأكبر اقتصاد في أوروبا. وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 86.6 في أغسطس من 87 في يوليو. وتوقع المعهد أن تشهد الربع الثالث من عام 2024 مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني، الذي انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 1% في الربع الثاني. هبط الدولار إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع مقابل الين، مع تحول جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بقوة إلى التيسير النقدي. وتراجع الدولار قرب أدنى مستوى له في 13 شهرا مقابل اليورو. وتراجع مقابل الجنيه الاسترليني ليقترب من مستويات تم تسجيلها آخر مرة في مارس من عام 2022.